هناك من يقول إن الأسباب لا تغني شيئا، شيخ صالح، الأسباب لا تغني شيئا بنفسها ولكنها تغني إذا أراد الله سبحانه وتعالى به فإنها تغني. بارك الله فيكم. هل هناك شيء يقع بدون سبب؟ شيخ صالح، الله سبحانه وتعالى جعل من الأشياء أسبابا، قد تكون الأسباب ظاهرة وقد تكون خفية، لا يقع شيء بدون سبب، ولكن قد يكون هذا السبب ظاهرا لنا وقد يكون خفيا لا نعلم به. بارك الله فيكم. الذين يزهدون في الأسباب، ما رأي الشيخ صالح فيهم؟ الذين يزهدون في الأسباب مخطئون، لهذا يقول العلماء أن الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب، ترك الأسباب أن تكون أسبابا أدخل في الشريعة، وتعطيل الأسباب أدخل في الشريعة، يكون ناصية لله سبحانه وتعالى. أن الله تعالى يقول لا تنقوا وأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتزينوا فإن خير الزاد التقوى، ويقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فطلب الرزق ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. البيع والشراء في موسم الحج على من الأسباب، الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وتعطيل الأسباب هذا أمر لا يجوز، والذي يدعو إليه هذا مخطئ ولا يعمل هذا بنفسه، وإن قال هذا فإنه لا يعمل هذا بنفسه. هل هو يترك الطعام والشراب؟ هل هو يترك الزواج؟ ويقول إن قدر لي أن أعيش فإني أعيش بلا أكل ولا شرب، وإن قدر لي أولاد فإنهم يحصلون بدون زواج، هذا لا يقوله أحد. وقع الشيخ صالح ولا سيما في هذا الزمان نحن في امس الحاجه الى مزيد من الايضاح حول هذا الامر، لان بعض المتحدثين يتناولوا قصه مريم عليها السلام ويتحدث حول هذا الموضوع ليصل في النهايه كما يزعم انها رزقت بدون سبب. مريم رزقت بسبب باعظم الاسباب، وهو الدعاء، الدعاء والصلاح وعبادة الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الأسباب. أعظم الأسباب هو الدعاء والعبادة والتجرع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الله أمرها بأن تعمل السبب، قال لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فأمرها الله بهز النخلة فتساقط عليها، والهز هو سبب من الأسباب، النخلة لا تساقط رطبا جنيا أن تهزها. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.